اهلا وسهلا بكم في الحلقه الرابعه من السفير شو. احنا اليوم في وسط سليمانيه، مدينه المطربين، مدينه الشعراء، مدينه المتمردين كمان. واحنا نحتاج اليوم الى دليل، وماكو شخص افضل من الكاتب واستاذ جامعه والرجل دوله والرئيس الجمهوريه السابق دكتور باهم صالح. اهلا وسهلا دكتور باهم. اهلا وسهلا، شلونكم؟ سعاده السفير. اهلا وسهلا ابو ناجي، الله يخليكم. ممنون. هذه المدينه بنيت كي تكون قاصمه، عاصمة مملكة، عاصمة إمارة بابان. إمارة بابان. فاقترن اسم السليمانية بالإبداع الثقافي، اقترن السليمانية بالحراك الوطني الكردي. هذا السراي كان مركز الحكم في زمن البابانيين. السليمانية بطبيعتها مدينة ثائرة، مدينة لا تقبل الظلم. كثير من الشعراء المبدعين المجددين في الشعر الكردي والأدب الكردي واللغة الكردية كانوا في هذه، أتوا من هذه المنطقة. عشنا في أربيل لمدة سنة، دخلت المدرسة في مدينة شقلاوة. العراق وادي الرافدين تاريخيا، موقع مهم، منبع الحضارات والأديان. النبي إبراهيم بدأ من أور، وشعبه شعب حرك معطاء مبدع. وأيضا السليمانية كان مركزا للعلم. من بداية العهد العثماني بنيت فيها مدارس، وتخرج منها من هذه المدارس شخصيات ثقافية وإدارية خدمت في الدولة العثمانية، خدمت في الدولة العراقية. والسليمانية نسميه شارع حياتك، المدينة التي تعني الحياة لنا. هناك شعر جميل للشيخ رضا الطالباني يذكر فيه السليمانية ويذكر فيه هذا السراي، يقول: أتذكر السليماني لبير مديك السليماني، دار الملك بابان بو، نمحكومي عجم نسخ رتشيشي آلي عثمان.